عشان نساعد البيبي ينام بالليل أو معظم الليل لازم يكون في روتين معين، مثال إنه ياخد حمام دافي، بعدين يرضع، بعدين يكون في موسيقى بالغرفة، يكون في إضاءة خافتة. هذا بيساعد البيبي إنه يعرف إنه هذا وقت النوم. شيء ثاني مهم جدا إنه ما ينام البيبي يخفى بمكان وناخده هو نايم على تخته، لأنه رح يتوقع إنه رح يصحى بالمكان اللي غفي فيه، فيفضل إنه يعرف إنه هو غفي بتخته، فلما يصحى شوي بالليل ما بيكون قلقان.